مسلسل يجيب الله مطر الحلقة الأخيرة اللي بتبدأ بأيمن ومراته قاعدين قدام التلفزيون، وبيدخل نوح مضروب في مناخيره. كواكب بتقول لنسيف اللي عمل فيه كده. أما بالنسبة لسما اللي بتحقق معاها علشان خاطر كانت عاملة دعاية لدكتور تجميل وبوظ وشوش الناس ومقبوض عليها لحد الدكتور ده ما يرجع. منلاقي بعد كده بتدخل نجمة ومعاها بنتها حسنة، وبتقول لكل الموجودين إن جوز حسنة كان متجوز عليها وانه خد كل حلالها وسرق كل حاجة هي تملكها، وطبعا الكل كان مصدوم. لكن هي بتقول له الدور الباقي على اللي دخلتها البيت دي وشها نحس. كواكب قالت لها انت لوشك نحس. نجمة قالت لها هخلي بنتي تطردك بره. حسن قالت له مرتاحوا، احنا كده كده كلنا هنمشي لان البيت ده خلاص اتباع وما عندناش اصلا مكان نقعد فيه. سيف موجود في السجن. اما بالنسبة لنجمة اللي كانت قاعدة بتتكلم مع نفسها وقد ايه مرت بأيام كتير جدا وحشة، وبتيجي اختها تتكلم معاها وبتقولها ان حسنة صعبان عليها جدا، حبس نفسها في الأوضة وبتعيط على جوزها اللي خانها من كل ناحية، اتجوز عليها وكمان باك كل فلوسها. بالنسبة لنوح اللي قاعد مع مراته وبتكلم في اللي بيحصل لهم، وبيقولها ان بكرة هروح انا وحسنة الشركة نشوف ايه اللي بيحصل. بيجي بعد كده ايمن وفضة وبيتكلموا معاهم، لكن مبارك بيتصل بأمه وبيقولها ان في واحد كان بيضحك عليها والمزرعة اللي عندها دي كانت نصب في نصب. طبعا بتتصدم من الخبر بس مستنيه انها تتأكد. بالنسبة لنجمة اللي قاعدة بتصبر بنتها وبتقولها لازم تاكلي حاجة وما تزعليش على اللي حصل، طلع واطي مش مشكلة، عيشي حياتك وما تزعليش نفسك، انا معاكي وعمري ما حسيبك. اما بالنسبة لمبارك فبيجي يتكلم مع فضة على موضوع المزرعة اللي اتنصب على ام كواكب منها، وبتقول بقى كل الفلوس اللي جمعتها من الاعراس دي خلاص كلها كده راحت. بنلاقي بعد كده كواكب بتتخانق مع نجمة لان نجمة وقفتها، فضلت ترمي عليها كلام، قالت لها انا مش فاضية لك دلوقتي لما ارجع لك، وبتجري طبعا عشان تشوف موضوع المزرعة. فيروس في السجن وعمالة بتعيط. مبارك وامه في السكة وبتدعي ان الخبر ما يطلعش صح وتروح تشوف مزرعتها وتطمن بنفسها. اما نوح بيتكلم مع بنته وبيقول لها ان جوزك قال ان هو هيتجوز عشان خاطر انت مش عايزة تجيبي اولاد، وبتقوله يلا نروح الشركة، قال لها بكرة نروح مع بعض. بالنسبة لكواكب بتوصل عشان تشوف موضوع المزرعة بتاعتها، لكن بتشوف واحد غريب وبيقولها انا صاحب المزرعة وانت انضحك عليكي زي ما انضحك على ناس كتير جدا، وكلها كانت حركات نصب في نصب. كواكب ما صدقتش الخبر، وقعت من طولها. مبارك ما بقاش عارف يعمل فيها ايه. بنلاقي بعد كده نوح كان موجود في الجنينة، ولما بتخرج نجمة بتسيبه وبتمشي، بيقولها عودي انا عايز اتكلم معاكي وعايزين نتصالح ونتصافى. لكن قالت له قد ايه انها عاشت ايام صعبة جدا، فضلت 20 سنة مستنياه وربت له ابنه اللي ما تمرش فيه بعد كده، لكن هو عايز صلاحه وبيغازلها. فراحت تقول لاختها قلوب ان نوح بيغازلني، وبيخبط الباب وبيقول ممكن اتكلم مع مراتي، وبعد كده بتبقى فرحانة جدا. حسنة بتصحى من النوم وعايزة تروح الشركة دلوقتي، لما بنتها بتسأل عن ابوها قالت لها ان شاء الله يجي. نوح بعد ما صالح نجمة كان قاعد عندها في الاوضة وكان فرحان جدا، وهي كمان كانت سعيدة وقالت له هعمل لك فطور، لكن كان مستغرب ان كواكب ما اتصلتش بيه. كواكب اللي كانت موجودة في المستشفى مع مبارك وايمن وفضة وكانت منهارة جدا، كمان كانت حامل عشان كده وقعت من طولها، وعمالين بيصبروا فيها وبتسأل عليه وهو مش بيرد على حد. اما بالنسبة لحسنة كانت قاعدة مع مامتها وبتقولها انها هتروح الشركة وتشوف الموضوع ده وان خلاص ما عادش عندها حاجة. نجمة بتتضايق جدا وبتروح تقطع كل الهدوم بتاعت كواكب عشان متضايقة منها ومتغاظة منها جدا جدا. اما بالنسبة لنوح فبيدخل على مراته بتعمله فطار وعمالة بتدلع فيه، وبقى كويسين مع بعض وتصالحوا وبقوا سمنة على عسل. اما بالنسبة لسما بيروح المخرج فادي بيخرجها من اللي هي فيه، وبتشكره جدا على حركة الجدعانة دي، وقال لها علشان تعرفي بس المسلسل بتاعي مش فاشل، قالت انا عمري ما هقول الكلمة دي بعد كده وانا اسفة جدا على كل حاجة عملتها. بالنسبة لنوح اللي كان قاعد مع مراته يفطروا، وطبعا حسنة استغربت من ان هم موجودين مع بعض، لكن قالوا لها ان احنا اتصالحنا. كواكب لما بترجع من برا مع فضة وايمن بتقول له عايزاك في موضوع يا نوح، لكن طبعا بترد عليها نجمة وتقول لها ما هوش هيقوم من فطاره، احنا اتصالحنا وبقينا مية مية، وكمان كان نايم عندي بالليل فطلعي انت منها. لكن اول ما بتعرف انها حامل بتتضايق جدا وبتقول ما اظنش واحدة زي دي تبقى حامل في السن ده. كواكب متضايقة جدا ان نوح معبرهاش، لكن فضة بتحاول تهديها. اما بالنسبة لقلوب قررت انها تسافر علشان خلاص هتتجوز، وبتسلم على اختها ما كانتش عايزة تسيبها، قالت لها هرجع لك بعد شهر. بتفرح لها جدا انها هتتجوز.
بنلاقي بعد كده حسنة قاعدة مع أمها وبتقول لها أنا خلاص ما عادش ليها أي حاجة، وإنها هتحاول تشوف شقة صغيرة تبات فيها، وكمان جوزها خلاص بقى دلوقتي في التحقيق وهتقوم المحامي، وبتقول لبنتها إن إحنا خلاص لازم نسيب البيت ده وناخد لنا بيت صغير وهنروح نقعد عند تيتا وجده كام يوم كده. فادي بيعرض على سما إنها تبقى منتجة معاه، يعني يعملوا شركة إنتاج بيهم هما الاتنين، وبتوافق جدا على الفكرة دي. أما كواكب فمبارك خلاص بدأ يشتغل معاها في موضوع الغنى ده، عمال بيغني شوية وهي شوية، وطبعا كان بيصورهم جاسم اللي تولى مسؤولية التصوير بعد فضة ما اتجوزت. بالنسبة لنوح اللي خلاص هيرجع ويرد يعيش في البيت القديم بتاعه، وكمان بالعربية القديمة بتاعت نجمة اللي دايما كانت بتصبره وبتقوله أحسن حاجة إن أنا خليت العربية دي والشاه ساعد عليا، وأهم حاجة إن إحنا عندنا بيت، وقول الحمد لله ويجيب الله مطر. أيمن وفضة جايين يسلموا على نجمة ونوح علشان مسافرين المالديف، بيقابلوهم سما ومش على جوزها، وبيدخلوا علشان يسلموا على نجمة اللي كانت عمالة بتغسل في السكات زي أيام زمان بالظبط، وطبعا الكل دخل عليها لقاها بالمنظر ده نازلة غسيل في السجاجيد، وبتقول إن هم ريحتهم مش كويسة يعني. ولما بتدخل عليها سما بتفرحها بالخبر بتاع إنها هتبقى منتجة، وبتفرح لها جدا وبتقولها أهم حاجة تعملي قصة حياتنا، بس تكتبي كل حاجة بالتفصيل، يعني ما تكتبيش حاجات بس تجملي بيها الموضوع، لا كل حاجة لازم تكتبيها. ولما بتدخل حسنة بتقوله ما نحاود معاكو كم يوم لحد ما شوف لي بيت أقعد فيه بعد ما أفلست، أنا خلاص أفلست وهبدأ من الصفر، وأنا أسفة جدا على كل حاجة عملتها لكو وعلى كل الفلوس اللي أخدتها منكو. بتقولها انت هترجعي تاخدي ايه تاني، مفيش حاجه خلاص تسرقيها بعد كده. بنلاقي بعد كده المطر بينزل، الاولاد كلهم بينحشوا وبيهربوا من المطر، لكن نجمه بتفضل مع نوح وبتقول عرفت يا نوح انا دايما معاك، ولادك انحشوا وانا اللي دايما معاك، كنت عارفه ان انت مرادك لي. بتخلص الحلقه على كده، وده كان ملخص الاحداث الحلقه الاخيره من مسلسل يجيب على مطر. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكوا على خير، باي باي.